حضرتك في اكثر من تصريح يمكن صغيرين او مكالمات هاتفية استفزك جدا حوار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في الحديث عن الاصابع التي تلعب بمصر وعن غيرها من الموضوعات. هل حضرتك استفزيت لانك استشعرت انه يتحدث عنك وفي نفس الوقت في ناس بتتكلم وخرجت وقالت احمد شفيق هو اللي وراء احداث الكاتدرائية زي طارق الزمر؟ هل احساسك انه بيتكلم عنك ولا ايه اللي خليك مستفز قوي كده من حديث الدكتور مرسي؟ هو طبعا اخونا مرسي مش او الرئيس مرسي او فخامة الرئيس مرسي يعني مش محنك قوي في موضوع خطاباته واعداد خطاباته كده. ده اظن دي رجل الشارع بيتكلم فيها. لا، الخطاب يوميها كان من نوع جديد. صحيح قبل كده وقف قال اي كلام كده في الجامع في مش عارف اسيوط ولا ايه، وهنسجل وبنسجل وبنسجل. حتى انا طلعت في حديث زي حديثي مع سيادتك كده دلوقتي، قلت يا جماعه ده فيه رؤساء دول كبرى نحوا وروحوا بيوتهم عشان موضوع تسجيلات مش تسجيلات. الحاجات دي لها اصول. اوعى تفتكر عشان انتوا كنتوا لفترات طويله جدا بتعاملوا بهذا المنهج وموضوع التسجيلات والشغل الامني والمخابراتي ده انت يعني متشوق له ومتلهف له لانه كان بيمارس معاك، ما تفتكرش ابدا ان من حقك تقول انه بيسجل كل واحد في الدوله. انت لو اترفع عليك قضيه النهارده مظبوطه تترك الحكم عشان كلمه زي كده. خلاصه انا هتلاقي بقى الخطاب الاخير، انا عايز اقول لحضرتك خطابات كلها فيها ملحوظات غريبه مش بتاعت واحد تمرس خالص، حاجه مسطحه خالص ولا حاجه يعني واحد بيهدد الجمهور انا مسجل لكم كلكم، والاربعه اللي كانوا قاعدين في الاوضه اياها وبيكلموا مع بره، والحاره المزنوقه والحاره المفتوحه والحاره المرفوعه والحاره المنصوبه. احساسك انه في كل ده كنت حضرتك كنت جزء في الاربعه خمسه اللي كانوا في الحاره مش عارف ما اعرفش والله. يعني هو لو تصادف في اربعه قاعدين بيكلموني بهم يمكن كانوا بيكلموا حد ثاني برضه، اللي بره كتير، نص مصر بره دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك ايه، نيجي بقى الخطاب الغريب اللي فات. انا عايز اقول له يا فخامه الرئيس مرسي، حضرتك جيت بالتزوير هجنبها دلوقتي خلاص على عين وراس، عشان كده بقول لك يا فخامه الرئيس مرسي، يا فخامه الرئيس مرسي لغايه ما ينتهي التحقيق ونشوف هيرسي على ايه. حضرتك استدعيت رئيسا للجمهوريه موظفا لخدمه الناس. حضرتك لما وقفت تتكلم في هذا الخطاب الغريب الشأن افتكرت نفسك مدرس بيتكلم في مدرسه ابتدائي. حضرتك مش جاي تعلم الناس، لان في الشعب المصري من هم اكثر منك علما مليون مره واكثر منك فهما مليون مره، ولو تقدموا الانتخابات الرئاسه وبمعايير مظبوطه كانوا يسبقوك مليون مره ويبقوا رئاسه. حضرتك واقف بتعلم في رياض اطفال في مدرسه اعدادي، مدرسه ابتدائي، مدرسه ثانوي لو كبرنا، ما هو هذا المنهج؟ انت مش مسؤول تعلم الناس، انت لست اكثر منهم علما. رئيس الجمهوريه كوردينيتور بين الاجهزه عشان خاطر في الاخر يصلوا للقرار المناسب للشعب، لكن حضرتك مش جاي تعلمنا. كثيرين جدا من التسعين مليون يقعدوك ويعلموك، ومين عارف اما هتخلص شغلك هنا يمكن تروح تاني يترأسك ناس باللي انت قاعد تعلمهم. حضرتك لست قادما معلما للناس لانك اقل من الناس كثيرين علما، حضرتك جاي عشان موظف لخدمة هذا الشعب، مش تقف تعمل له بالصوابع وكده بالتأشيرات التي لا تعني الا انك انت بتتأسس على الناس او فاهم انك اكثر قدرة. تعال بقى حاجة تانية، التهديدات اللي حي قيد أنملة. قيد أنملة ده ايه؟ انت بتتكلم مع مين؟ انت بتتكلم على مين؟ انا حمارس اجراءات استثنائية. يا سيدي الفاضل انت نفسك الشعب يمارس معاك اجراءات استثنائية لو خرجت عن طورك. يعني الاجراءات الاستثنائية اللي تمارس مع الشعب هي بالظبط تمارس معاك وانت رئيس جمهورية وتتخلع عن منصبك. الموضة الجديدة بتاعت الاحكام اللي بتصدر
بالبراءة. اديكم شايفين مول ما مول ما عرفش قال مولد ولا ما يجيبوا لهم هدايا كمان. الله، ما انت جالك هدية كبيرة جدا، ده انت مسكت رئيس دولة وانت خارج من السجن. وخارج من السجن ايه؟ الخروج مش قانوني، ده المحكمة مخرجاهم من السجن. لكن انت خارج من السجن سرقة، انت خارج من السجن جم بتوع الناس اللي انت عارفهم كسروا السجن وفتحوا لك البوابة وخرجت، وطلعت مسكت الجهاز تبلغ. طب فضيحة كانت، بتبلغ على التليفون اللي بتاع الأعمار، بتبلغ ايه؟ بتبلغ قناة الجزيرة، بتبلغ قناة الجزيرة. يا ريتك كنت بتبلغ اي قناة تانية عربية، بتبلغ قناة الجزيرة، بتقول لها احنا عند الكيلو 25 واللي خرج معايا فلان وفلان وفلان. ما يمكن يعني قناة الجزيرة كانت هي الوحيدة اللي نمرتها معاه؟ شيء معيب الحقيقة ان هو ما يشيلش غير نمرة قناة الجزيرة معاه. لا يا فندم، العملية مش كده، العملية خطة متكاملة. ومايكروباصات جت، انت حضرتك ما تعرفش التفاصيل، مايكروباصات جت، كل مايكروباص فيه من 5 إلى 7 مسلحين داخلين معاهم رسم الناس بتوعهم في أنهي أوض، والناس بتوعنا اللي هيخرجوهم في أنهي أوض قبل الباقيين. لا الموضوع فضيحة، بس فضيحة كاملة الأركان. اللي عايز أقوله يا فندم إنك أنت ما تقفش تقول أنت يعني قاضي وأنت هنا براءة، ما دخلك يا سيادة يا فخامة الرئيس، هذا جرم كبير جدا تحاسب عليه بشدة. يعني انت بترهب القضاء عشان خاطر الله؟ طب وانت ما ارهبتش القضاء؟ ده انت وراك قضية لابد تحاسب عليها، انت خرجت من السجن ولا زال انت اسمك في المسجونين. يعني انت لم تاخذ لا اعفاء ولا غيره، واذا اديت لنفسك اعفاء دلوقتي وهنكتشف انك اديت لنفسك اعفاء زي ما اديت لنفسك الناشين، اعتقد انك انت بعد ما تخرج وتسيب القصر هنلاقي في ورقه انت اللي مضيع انك اديت لنفسك اعفاء، وطبعا ساعتها مش هيسلم وهتستدعى عشان تحاسب. ايه الكلام ده؟ يعني نرجو ان اللي هيتحرك قيد انمله، اللي هيسافر هنا ولا هنا هنشوف مسافر لمين وجاي مين. انت مين؟ من انت؟ على راي اللي كان بيقول من انت، انت مين؟ اعتقد ان هذا الخطاب ده مش بس كده، ده احنا بنقشر للدول العربية، بنخوفها من اللي هيتدخل في مصر مش هيصلي كويس. ده مفيش بعديها بيومين ثلاثة الناس خرجت تضحك على هذا المنهج. فخامة الرئيس تحتاج تتعلم الكثير في كيفية مخاطبة الجمهور. نرجو انك تقرأ من ورقة وتلتزم بيها عشان ما يحصلش طخ في حاجات ممكن يترفع عليك فيها قضية يبقى موقفك سيء. ده كمان بعد الفاصل نعود مع الفريق أحمد شفيق بعد